All right man, I'm excited. أنا عارف إن دي القناة العربي ومش مسموح لي أتكلم إنجليزي قدامكم ومش عارف إيه عشان الناس بس إيه؟ أنا بدأت حوار جديد ومتحمس له، بحب الحماسة بتاعت البدايات دي. ربنا يستر بقى إن شاء الله. من يعني. أكتر الحاجات اللي أنا بحب أعملها حد يبدأ project، يبتدي ستارت أب، يعني مثلا عنده براند. ثانية واحدة بسم الله. ما ينفعش يبقى في مواعيد من غير قهوه وطبعا ماك طبعا لازم يعني والا ما تبقاش كونسلتنت حقيقي المهم يعني فكره ان انا ساعة حد يبتدي شركه او مثلا هو بدا والدنيا يعني متكعبله او مش عارف يرتب افكاره او مثلا عايز يخليه مميز ازاي مثلا يتارجت النيش بتاعه ويعمل بوزيشننج ويعمل اسم جامد يظبط المنتج وما اعرفش ايه كل الحاجات دي بتحمسني بشكل مش طبيعي ان انا اقعد أدردش كده مع حد فيها ونتكلم و... والحوارات دي و... والحمد لله ب... يعني بعمل ده بس بشكل مش مستدام اللي هو مثلا حد يبعت لي احس ان هو قشطه ده جامد جدا انا انا ممكن ايه آه لو قضيت وقت معاه الحوار يفرق معانا احنا الاثنين بس كتير من المسدجز بتبقى مثلا حد فكره ان انا انا مش انا مش عايز احبط بان انا يعني اساعد حد هو ممكن ما يعملش حاجه بالمساعده دي لان انا طاقه التفاؤل بتاعتي صغيره جدا فانا محتاج لو هتكلم مع حد اللي هو طب انت هتعمل حاجه بده يعني انت هت هتبوش فورورد وهتعمل وهت حاجه كلنا نبقى فخورين بيها ومبسوطين ان في منتج طلع وبتاع لان انا مش عايز يعني اقعد ايه ادوس ومش عارف ايه وبعد كده في الاخر اللي هو احس مثلا بعد شهرين ان انا كل ما يعني كل ما اتكلم مع حد مفيش حاجه بتحصل فانا مش عايز الاحساس ده انا عايز ان احنا ننجز وننتج وبتاع فدلوقتي هتبقى اول سيشن بروفيشنال uh, يعني uh, بعد ما بقيت كونسلتنت uh, طبعا براندنج كونسلتنت uh, رهيب يعني الحمد لله رب العالمين انت فين في العالم ذاتس تكساس انا بصيت على الكلام انت كاتبه uh, ودخلت على الويب سايت ومش uh, عارف ايه كان في حاجه صايعه قوي انت عندكو First meeting done. Uh, that was cool man. شاب شاب لذيذ تفاؤل اتس نايس nice. الحمد لله. لو عندك لو عندك سؤال لو عندك بزنس بتبتدي او فكره مثلا عايز تحولها لبزنس او مثلا براند عايز عايز تظبطه عايز تخليه شكله اجمد عايز تعديه على حد مثلا بيحب البراندنج يفهم شويه دي. في التارجتنج ازاي تكون مثلا كوميونتي حوالين البراند ازاي توصل للناس اللي انت المفروض توصل لها ازاي تخلي ناس لويال بيحبوا البراند بيبقوا امباسادرز الحوارات دي كلها اكون متحمس جدا ان انا اشاركك الرحله دي وافكر معاك وبتاع هتلاقي لينك في الديسكربشن للطريقه اللي ممكن تحجز بيها الموضوع سهل يعني لو عندك باي بال هيبقى اسهل حاجه لو ما عندكش في برضو لينك تاني يعني انا بجرب لسه الحوارات الايه الحجز دي وان شاء الله هوصل لطريقة سهلة بحيث ان انا حد يحجز الدنيا تبقى سهلة مش عارف ده يظهر في الكالندر عندك وعندي والدنيا تبقى سوبر سموذ ان شاء الله. Alright man اشوفكوا uh, uh, مش مشكلة يعني مش مشكلة اشوفكوا امتى عشان ما المهم في uh, حد من اليابان لسه حاجز معايا ومجال غير البيزنس شويه يعني يعني كرييشن وميديا ويوتيوب وحوارات زي كده فذاتس بريتي كول ذاتس بريتي كول ايشو سلام